كل اللي رموشي مش محبسين. تاتا ايه ده، انا اللي ما عندي مساحة ولا هم اللي عيونهم كده؟ ساقطت. يي مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم راح اسوي مكياج كامل من الهاكس، او بمعنى اصح من الحيل التجميليه اللي بنشوفها في الانستغرام. فاليوم راح اسوي كل المكياج كامل بالحيل اللي بنشوفها في الانستغرام. فخلونا يلا نبدا الفيديو، ولكن لا تنسوا قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا اذا كنتم مو مشتركين. وبس والله خلينا يلا نبدا. في الفيديو اللي خلطت الكريم اساس بالماء، فراح اخلط الكريم اساس بالماء. بسم الله. اوكي زودت. اوكي اذا زاد راح اسوي له فاونديشن عادي يعني. كمالها ما اشتغلت. بسم الله. مالها هيا. وات شوفوا ماله تخثر. سلام الله على الفاونديشن لما نسويه عادي. والله انه عادي احسن. مش كذا؟ توسخت الدنيا. شو ما توسخنا؟ لا توسخت. شوفوا الماء انفصل عن الفاونديشن. هرويكم اياه كيف شكله على جنب. تمام. هيدي هسوي فيدي. شوفوا كيف شكلها. حلو صح انه ينفع استخدمه بس مش كثير. ليش؟ لانه في ما فعامل الماء زي الحبيبات، فلذلك هذا ما ينفع للاستخدام صار الان. فراح امسحه وراح اسوي الفاونديشن طبيعي العادي زي يعني حسوي الفاونديشن زي ما اسوي كل يوم. بعض الاختراعات ما بتكون مفيدة. تحبوا دايما تعملوا الفاونديشن بالبيوتي بلندر ولا بالايديكم؟ انا نفسي بحب الايدي. راح اسوي الكونسيلر قبل ما ابدا بالحواجب. الآن كملت أسوي الكونسيلر، والخطوة الثانية اللي راح أسويها اللي هي الحواجب، فشوفوا فكرة الحواجب كيف راح تكون وخلوني أجربها وأوريكم. أنا من الناس اللي ما بتحب تحط لصق في عينها ولا بتحب تحط هذه الأشياء. ليش؟ لأنه ممكن هذه الأشياء إذا أنا تعودت عليها ممكن أنها تسبب لي ترهل في هذه المنطقة، فراح أجربها مرة واحدة ما راح تفرق يعني. بسم الله. يعني ما راح تفرق، ما راح تسبب لي أي مشكلة، أنا عادي. فأهم شيء بس إن هذه الأشياء ما تكون إدمان. أوكي راح أسوي هنا حبة هنا. ما ادري اذا انا اللي ما عندي مساحة ولا هم اللي عيونهم كبيرة. اوكي كذا والله شكل عيوني انا اللي صغيرة زيادة. مساحة الجفن عندي شكلها جدا صغيرة. اوتش شفتوا اللصقة اللي عاملتها كيف؟ مرة كبيرة. بس هي على عينها صارت كويسة، على عيني ليش ما صارت؟ اوكي تمام.
شوفوا، هو مريح من ناحية إنه بستخدم بيوتي بلندر كذا على العين كامل، يعني على الحاجب كامل، وكله بيروح بس في اللصقة، فالناحية هذه حلو. من غير هذه الناحية شكل الحاجب ما راح يزبط معايا. بس اوكي، يلا راح نجرب. كيف صار؟ خلصنا. اوكي، شوفوا من فوق شايفين انه صار حلو مرتب صح، بس من تحت شوفوا كيف صار. ليش؟ لان انا ما عندي مساحة في العين. ف اوكي ما انتبهت. المهم انه ما كان، انه ما عندي مساحة في العين، وكانت اللصقة كبيرة على عيني، فنزل من هنا زيادة. فلو كانت المراية قدامي اكثر كنت راح اضبطه اكثر، بس تعتبر مبدئيا حلوة، والغلط مني انا مش من الهكس، فلذلك انا ما راح اخذ هذه، راح ارتبه وارجع لكم. وهنا كذا بعد التعديل طبعا كيف صار. خليني اجرب على العين الثانية، راح اتلافى الاخطاء اللي سويتها في هذه العين. فراح من هنا راح اسرع الفيديو حبتين علشان ما تزهقوش. اوكي الان راح اشيله. كمان طلع عريض، بس لو لاحظت انه هذا ارتب من هذا صحيح. دايما الاشياء لما بنجربها لاول مره ما بتضبط، لكن لما نجربها للمره الثانيه اكيد راح تضبط، فلا تيأسوا دايما حاولوا. خلونا ننتقل للفكره اللي بعدها. يلا نشوف. راح اخذها من هنا. سوري على الازعاج اللي راح تسمعوه الان. اوكي شفتوا؟ الفكرة بتكتب حبتين بس. يلا أبشر نسبة الايلاينر. أحس نفسي راح ينكتب، وعيني طايرة ورموشي لاصقة. شوف أنا حشخبط وأغمض وأشخبط. اللصقة مع الفاونديشن بتبعدها، يعني ما بتلصق بقوة كده. اوكي شوفوا، هذه خليتها الفتحة كبيرة وهذه صغيرة، فلذلك هذه راح اكبرها حبتين، يعني عاملة زي اللي بيعمل حلاوة على حواجبه. اوكي خلاص يكفي كده، عارفة انه راح يطلع واحد واحد. اوكي يلا راح ابعد. تا 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 كيف صار؟ وات؟ يا نهار اسود شو اسوي؟ المهم تناثر، يمكن لانه استخدمت اي شادو نفس الفيديو، فاستخدمت اي شادو فكله كذا تناثر على وجهي. شوفوا كيف صار، فين الأحلى، هذا ولا هذا؟ شوفوا هذا من هنا مضبوط، بس من النص مش مضبوط، يمكن لأنه ما خليت اللصقة على كذا، ما قدرت صراحة إني أخليها مباشرة على كذا، ويمكن كمان لما رفعت اللصقة فهو طار من هنا، لأني كنت أشوف إنه كان كويس. أنا هنا أشوف بعدين، بشوف في المونتاج بشوف كيف يطلع لي أساسا. ومن هنا كويس بس هنا عريض زيادة، حبيت هذا أكثر من هذا. أنتوا أين شفتوا أزبط؟ أعدل الدنيا. خلينا ننتقل للفكرة اللي بعدها. شوفوا يا طويلين العمر والسلامة، أهو حطيتها ربنا يستر.
نحط اللصقة. شفتوني لما اشتريت هذا شفتوا الفيديو اللي اشتريت فيه كمان أغلب دمان. الفيديو اللي اشتريت فيه الصمغ هذا والله كان بخاطر اشتري شفاف بس جالي الأسود. يلا إن شاء الله ما يخرب لي الدنيا لأنه في آيلاينر. حاجة لها خص بعيوني برموشي بحواجبي. أنا مستغربة على البنات اللي بتحلق نص حاجبها ولا بتحلق حاجبها كله ولا بتعمل لها هنا خط في حاجب، كيف بيسخوا على أنفسهم؟ أنا ما أسخى على نفسي أبدا. اللصق تلصق في إيدي. أوه يلا شوفوا كيف. يلا أنا راح أدخل عيني. بسم الله كل اللي رموشي. ايش راح يصير؟ تقول راح تزبط ولا لا؟ الله لا والله ضبطت هالمرة. شوية تعديلات بس. يا سلام أول ما تحط الرموش بيفرق في المكياج بكله. هذه الفكرة الرموش نفسها لصقتها ببعض. شايفين كيف هنا ملصق؟ من هنا مضبوط بس من هنا ملصق فما حبيت. اوكي ساقطت. كيف ما حبيت ما حبيتها. هذه الحركة طالعة هذه الأيام ترند. معايا واحدة، في معايا إضاءة ثانية بس أنا راح أستخدم هذه. حجربها مع منها كريمي زي. يلا نتمش 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 نتمش. حبيت حبوب وكمان في لمعة، فاللمعة حلوة الدمج تبعها. يا حلو لا حلو كيف أنا؟ سويت كريم أساس على شفايفي. سويت كريم أساس على شفايفي عشان لما أرسمها ترتسم صح معي. ما راح انزل لهنا. طبعا هذه الحركة طريقتي المفضلة في اني اسوي الكوتش. خاصة هاي خاصة شفايفهم طويلة فهذه كده راح تخلي ملموم. اخترت روج يكون متناسب مع ملابسي. ماشي لو انتوا عاملينه لحاله ما راح يطلع طبعا هذا اللون، بس هذا لانه دامجة لونين فراح يطلع اللون كده. بالعادة أنا بدمج أكثر من ثلاثة ألوان طبيعي تبعي. يعني الآن ممكن أسوي هذا اللون بس عشان الفيديو، ولكن أنا بسوي هذا اللون مثلا وراح أسوي هذا اللي سويته قبل شوي القلم وأسوي فوقهم لون ثالث على حسب إذا عجبتني الدرجة ولا ما عجبتني الدرجة. كله يعتمد علي يعني إنه إيش لابسة فأنا أسوي عليه الروج. وفي الأول والأخير زي ما قلت لكم في الفيديو اللي سابق اشتريت 27 جرام زي ما قلت لكم أنا أي روج بسويه بيطلع في الكاميرا شيء في الواقع شيء ثاني. حضيف له شوية لمعة
تبرز وتخليه حليوة أكثر. فين راحت اللمعة يا آلة؟ شوفوا أنا من الناس اللي بتخبص، تمام؟ أي حاجة عجبتني ممكن آي شادو، ممكن هنا آي شادو عجبني، ممكن استخدم روج عادي يعني، تمام؟ إنه عجبتني لمعتها يعني، فعادي لو استخدمتها. فلذلك فكمان أنا عندي شو اسمه آي شادو كريمي، كان الآي شادو الكريمي جدا حلو لونه، فلما عملته على عيني وطلعت فيه عمل لي خيط هنا بسبب انه كريمي وكذا، فما حبيته لانه من اول ساعه على طول عمل لي خيط، ما حبيته. ايش سويت؟ ارميه؟ لا والله، اخذته عملته روج وطلع روج تحفه. ان شاء الله يوم، لا ترى ايش سبق وسويته في القناه على فكره، شوفوا موجود في القناه وبس. فيعني انه حاجه ما نفعتك هنا استخدميها في مكان ثاني، يعني ما نفعتك في عينك استخدميها في شفايفك عادي، حياه حلوه يعني. لها هنا راح اضيف لها شويه بسلمعه. يعني ملاحظين حاجة كمان، إنه حتى لونه تغير. وكذا نكون كملنا المكياج، وشوفوا كيف الشكل النهائي لحضرة جن أبي. وكذا أكون كملت المكياج لليوم وكملت كل الأفكار اللي جبتها. فايش رايكم بكل الافكار؟ في افكار طبعا استبدلتها مثل الرموش، بدل ما استخدم رموش لانه الرموش اللي استخدمتها تقطعت فما يصير اني استخدمها مره ثانيه، يعني حترويكم اياها. مش عارفه، ما لاول مره على فكره معي رموش بتتقطع بهذا الشكل، شوفوا كيف تقطعت. ف صارت خلاص ما تنفع، وهذا اللي طلع معي الشكل النهائي بعد كل الافكار اللي جمعتها وسويتها على وجهي. فقولوا لي تحت في التعليقات كيف المكياج وهل هو حلو ولا لا. شوفوا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه واستفدتم منه. لا تنسوا أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.